السيناريو اللي محطوط ده اللي بتشوفوه حضراتكم بيقول كده، ان واحد فيهم خده من وراه كده وحقنه بالحقنة، بينما التاني كان بيتعامل معاه بعنف فظيع، ضربه يعني. الراجل اتضرب في وجود القنصل نفسه، القنصل كان موجود. ده المشهد اللي حصل. انا عايزك بقى تنسى خالص انه جمال، نفسي تتخيل نفسك انت في القصة دي. انت داخل مكان ما عندكش اي احتمال او اي شك ولو ربع في المية، ربع درجة في المية ان هتحصل لك حاجة زي كده، وإلا لو كان عندك احتمال كنت حضرت بقى مسدس، طب مطوة، طب اتنين يخشوا جنبك، طب سلاح، اي حاجة، او ما تجيش خالص. لكن تخيل نفسك انت زي جمال داخل مكتب، رايح طلع بطاقة، رايح طلع ورقة، شهادة ميلاد، قسيمة طلاق، قسيمة جواز، اي حاجة، مش في اسم شرطة، في مكان عادي قنصلية، وتقعد وفجأة يخشوا عليك اتنين. انا عايز اقف هنا علي، مؤكد ان الوقت كان ضاع. انا متأكد ان جمال شعر بالخطر مش من دخول الاتنين، من قبل دخول الاتنين، بس هو كان وقع في المصيدة. مؤكد ان القنصل كان قاعد مستني الدخلة دي، وبالتالي عينه زيغة ومتوتر ومش لاقي كلام وريقه ناشف وعايز الموضوع يخلص، والدم عنده، ضغط الدم او ضربات القلب عالت جدا. مؤكد ان جمال شاف كل ده في القنصل وما كانش فاهم سببه ايه. ممكن يكون متوتر لاني سمو ولي العهد اللي اطلش له، او عادل الجبير شتمه، او هيتنقل، او عنده ظروف خاصه، امساك او حاجه. انما بعد ما دخلوا الاثنين دول، ربما جمال ادرك انه اللعبه او المصيده هو وقع فيها، وهو اصلا لا مصارع ولا ملاكم ولا مقاتل ولا اي حاجه في الدنيا، درجه زي حالاتك كده. طيب اتمسك المسكه دي، اتحقن الحقنه دي، وفجاه سقط الرجل على الارض. كان لازم بقى يشدوه بره الاوضه، فتعاملوا معاه بالطريقه دي، شالوه بره الاوضه لمكان تاني، كل ده في وجود القنصل الكذاب اللي انت شفتوه. ثم ده كل ده سيناريو تخيلي للي حصل، ربما يكون حصل منه بنسبة 1% 20% 100%، لكن مؤكد انه داخل المبنى ده تم تقطيع الرجل والتعامل مع الجثة. تم التعامل معها بقى، ادي القنصلية السعودية الموجودة في اسطنبول، تم التعامل معها بقى بشكل انه دي جثة وانه لازم نتخلص منها. طب نتخلص منها ازاي؟ فيبقى واحد مختص بالطب الشرعي اسمه صلاح الطبيقي، ده تبقى للسيناريو ده، يبتدي يتخلص من الجثة دي، ويبتدي الحقيقة يقطعها واحدة واحدة. لاحظ كل ده من بداية دخول جمال لحد ما حصل ده، المصادر بتقول انه حصل في 7 دقائق، 7 دقائق بالظبط. معلش يا علي، نرجع تاني الفيديو دخوله، لان ده فيديو مهم جدا. انت ساعات وانت قاعد على اليوتيوب تشوف واحد ماشي على الرصيف فجأة، وفجأة عربية بتطير تيجي واخداه، وتقعد تحسب يا عيني ده كان، او لو دخل كده، لو راح شمال، لو جاي مين. هنا مفيش شمال ويمين، احسب من اللحظة دي 7 دقايق، دي الدقيقة، دي الساعة 1:15، 1:21. اوكي، ادخل بقى كده، افضل ادخل، دخل علي، يخش جمال خاشقجي، احسب من الوقت ده بقى 7 دقايق. بعد 7 دقايق من التوقيت ده الراجل كان انتهى. الاخبار بتقول كده، المصادر بتقول ان الانسان اللي انت شايفه ده، اللي لابس حلو قوي ده، اللي حاطط بيرفيوم حلو، اللي ناوي يخرج مع خطيبته عشان يحتفلوا سوا ويحددوا الجواز ومين هيتعزم وفين المكان ومين مش هيتعزم، الشخص المسالم ده فارق الحياة بشكل وحشي بعد 7 دقايق من اللحظة دي. تعال نشوف آخر بقى المستجدات طبقا للمصادر. المصادر بتاع الجزيرة بتقول، مصادر تركية مطلعة للجزيرة، مدير الطب الشرعي بالأمن العام السعودي صلاح الطبيقي هو من قام بتقطيع جثة خاشقجي داخل القنصلية. مسؤول تركي لشبكة CNN بيقول، جثة الصحفي جمال خاشقجي قطعت بعد أن قتل قبل 2 أسبوع في القنصلية، يعني أول ما دخل اتقطعت، أول ما وقع يعني. مصادر تركية بتقول عمليات قتل جمال خاشقجي استغرقت 7 دقايق بالظبط.
يعني 7 دقائق من دخوله من التاريخ اللي انت شفته. مصادر تركية للجزيرة بتقول مدير الطب الشرعي بالأمن السعودي صلاح التبيقي طلب من زملائه الاستماع للموسيقى أثناء تقطيع جثة خشاقية. نرفع ده لحظة واحدة بس. بعض الناس بتقعد تقول يعني يا جماعة في واحد هيرضى يقطع حد؟ يا جماعة صعب قوي، ما تقولوا كلام تاني غير ده. هو صعب ويكاد يكون مستحيل جدا، بس على مين؟ عليك انت او عليه هو او علي انا. لكن لما بتاع الطب الشرعي الحقيقة يعني يكون دي شغلته من نعومة اظافره انه يقطع ويشفي ويقفل، تبقى سهل قوي ومش بعيد قوي. اسأل نفسك اي جراح بيخش يعمل عملية صعبة جدا ويفتح ويلاقي ودم وبتاع منتهى السهولة. بالعكس ده ممكن يكون، انا شفت ده بعيني، شفت جراح الحقيقة واقف يشرب سيجارة ونسكافيه، ما بهزرش، مش جوه العملية، لا لا خالص، قبل ما يخش العملية هو لابس لبس العملية، واقف في بلكونة كده وعمال يشرب السيجارة ويشرب بتاع وعمال يقول نكت. أنا كنت بتفرج عليه، يا جدع أنت هتخش تذبح بني آدم دلوقتي جوه وتفتح بطنه وبتاع، وهو عمال يقول لي نكت ويقول لي مش عارف إيه ووريني حاجات على الموبايل بتاعه. استغربت جدا، بس هو ده الاعتياد، الجراح اعتاد على القصة دي. أنا لما طلبت أدخل قال لي أنت لو دخلت مش هتخرج، اللي زيك لو دخل مش هيخرج. وأنا شخصيا درست في أولى فنون جميلة مادة اسمها تشريح، كنا بندرسها مع بتوع طب. أنا عايز أقول لكم أنا حضرت محاضرتين بس وما رضيتش أكمل، لأنهم كانوا موتى وطلبة الطب كانوا بيلعبوا بيهم. أيوة كانوا بيلعبوا بيهم، بيشدوا العصب من هنا يخلوا صباع الميت يتحرك، وإحنا يقف البنات تغمى عليها وإحنا نجري، بس هم عارفين. او يحط السندوتش في ايد الميت اللي بيشرحه ويقول له يكلمه امسك دي عبال ما هم خدوا على كده استهتار زي ما استهتار، بس هو خد على كده، هو شغلته من اول ما دخل طب انه يشرح ويقطع ويشفي ويطلع عادي جدا. صلاح التبيقي ده دراسته وده تخصصه، لا واخد فيها بقى اوسمه، ده واخد فيها رتب، وبالتالي الراجل صلاح التبيقي واخد جمال خاشقجي. طبعا نظارته وقعت واكيد قلعوه البدله الجاكيت اللي كان لابسه، ومؤكد ان الجاكيت اترمى في حته، وقلعوه القميص وقلعوه الجزمه وبداوا يعروه تماما لانه التشريح مش هينفع باللبس. فمؤكد ان بعد 7 دقائق من اللحظه دي الراجل ده تم تعريته بالكامل عشان صلاح التبيقي يشتغل فيه. ده زي المصادر ما بتقول، وبدأ الراجل يقطعه. صعب عليك انت وصعب علي انا حتى خيالها، لكن بالنسبة له هو عادي، ده عارف الأدوات اللي تقطع العظم من الأدوات اللي تقطع اللحم من الأدوات اللي تصفي وتشفي، ده الراجل عارف ده كويس قوي. اتصفى الراجل، كونه بقى عايز يسمع مزيكا ده موضوع تاني، انا ما اقدرش انفيه ولا اقدر أكده، ده المجرم صلاح التبيقي. كونه بقى طلب مزيكا ربما عشان المنشار مثلا، ربما عشان الصوت ما يبقاش عالي على الناس اللي بره، ربما عشان زمايله حصل لهم توتر، ده لو حقيقي برضو انا ما اقدرش اتعامل مع الروايه دي انها حقيقيه، انا بس بعرض اللي بيتقال. الى ان يثبت ده او يتم نفي ده موضوع تاني، لكن افتراضا يعني ليه يطلب مزيكا؟ لانه زمايله متوترين جدا ربما، لكن هو شخصيا اعتقدش ان هو الراجل عايز مزيكا، لان الراجل دي شغلته اصلا، ربما الصوت الدوشة عايز يعمل الحكاية انها في حالة مرح واحنا بنلعب يا جماعة، مش ما تاخدوش الموضوع قوي كده، لان مؤكد ان القنصل وبقية الفريق الامني ما شافش العملية كده قوي، يعني اول مرة يشوف تدبيح بتاعه شخص صاحي، لان الحقنة دي اكيد الراجل يعني كان في الرمق فكان صعب عليهم. كونه طلب بقى ده صلاح التبيقي، كونه طلب مزيكا له أسبابه. هل الواقع الخبر ده حقيقي ولا لأ؟ لحد ما اسمع الجملة دي بودني أو أشوفها فيديو أنا لا بنفيها ولا بصدقها، لكن المصادر بتقول كده.